وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أوتي به إليه يقول: أذهبي الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فاحفظوا هذه الأدعية بارك الله فيكم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.